الحرية كن أصيلا لكل البشر. الحرية ثورة تستحق أن نضحي من أجلها بالغال والثمين. لكن الحرية لا تعني فقط التحرر من قبضة حاكم مستبد أو الهروب من سلطان سجن. فكم من سجناء يعيشون أحرارا، وكم من أحرار يعيشون سجناء لشهواتهم ولمخاوفهم. إخوتي أخواتي، لقد اختلط علينا الأمر، وصارت الحرية عند الكثيرين فرصة لهدم الوطن وبث الرعب في نفوس أبنائه. صيرنا حريتنا فرصة لنشاء أهوائنا ومطامعنا الدنيوية الزائلة.